السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازي حضرتك؟ الحمد لله رب العالمين، يا أهلا وسهلا. يلا بينا، بسم الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا أهلا وسهلا، يا أهلا وسهلا. يلا أخذنا درس لماذا، صح يا لولو؟ ألو، ايوه مش خدنا درس لماذا، فضلنا مش ناخد فيد. أخذنا درس لماذا وخلصنا. ايوه المفروض يا مس ناخد النشيد. نشيد، تمام. انا بحاول اوصل للدرس، ثواني. 100 صفحة 100 هو ده اخر ولا ايه؟ دي النسخة دي مش مكملة، لا اله الا الله. تمام، جيب النسخة اللي معايا بره، ثواني. الجهاز ده أخدناه وخدنا درس لماذا وخلصنا السيرة الذاتية وخدنا درس لماذا وخلصناه. واو النهاردة معانا بقى إيه؟ قم للمعلم وفي التمثيل. يلا بينا مع بعض. الدرس بتاعنا بقى درس جميل جدا، بيقول لي هنا إيه؟ قم للمعلم وفيه التمثيل. كاد المعلم نعم المعلم كاد المعلم أن يكون رسولا. أعلمت أشرف أو أجل من الذي يبني وينشئ أنفسا وعقولا؟ سبحانك اللهم، خير معلم علمت بالقلم القرون الأولى. أخرجت بس ممكن أقولك من ظلماته وهديته النور المبين سبيلا. نعم يا روحي، ممكن يا مش نحفظ أول 3 فقرات وبعدها نكتبهم 3 فقرات، أول 3 فقرات دول نكتبهم 3 مرات في الكتاب. عشان ممكن تعرف تحفظه يعني، قصدك عايز تقسمه نصين، صح؟ شكرا يا سوسو. لا يا روحي، الدرس ده اصلا مش حفظ يا حبيبي، لا أنا عايز واحد. انت احفظه براحتك، لكن هو مش حفظ. طب هو كتبه؟
ولا كتابة ولا بالعكس. قراءة ولا الهوى، انت بس هتحفظ المعاني بتاعته وخلاص، مش عايزين حاجة تاني منك. اوكي يلا قم للمعلم ووفيه التبجيلة، كاد المعلم أن يكون رسولا، علمت أشرف أو أجل من الذي يبني وينشئ أنفسا وعقولا. سبحانك اللهم، خير معلم علمت بالقلم القرون الأولى، أخرجت هذا العقل من ظلماته وهديته النور المبين سبيلا، أرسلت بالتوراة موسى مرشدا وابن البتول فعلم الإنجيل، فجرت ينبوع البيان محمدا فسقى الحديث وناول التنزيل. هي فين داني النهارده يا سجد؟ تعرفيش؟ ما اعرفش يا مس، فين ما حنين حنين ما برضه ما جاتش، وأروى؟ ما كل جاتش، دول راحوا فين؟ ما اعرفش يا مس. طب تفضلي يا سجد اقرأي النص. انا بس عايزه انا لو قم للمعلم فهو تجيب، كاد المعلم أن يكون رسولا، علمت أشرف أو أجل على مالك يا سجى؟ علمت علمت أشرف أو أجل من الذي أجل يبني وينشئ النفس الأنفاس والعقول. سبحانك أنفاسا اللهم، وعقولا. خير المعلم علمت بالقلم والقرون الأول، أخذت هذا العقل من ظلماته وهديناه نورا مبينا سبيل، أرسلت بالتوراة موسى مرشدا وابن بطول فعلم النجيل، وأجراس ينبوع البيان محمدا فسكر الحديث ونوال التنزيل. أنا مش سامعاكي يا بنتي. فساق الحديث وناول التنزيل. تمام، يلا يا يوسف. ماشي، بسم الله الرحمن الرحيم. هو قرآن؟ قول يا يوسف. المعلم وفيه تفجيلة، كاد المعلم أن يكون رسولا، أعلمت أشق أو أجل من الذي يبني وينشئ أنفسا وعقولا. سبحانك اللهم، خير معلم علمت بقلم من القرآن الأولى، أخرجت هذا العقل من الأرض لا الظلمات وهديتنا النور المبين السبيل، أرسلت بالتوراة موسى مرشدا وبن الموت وإيه؟ البوت وبنى وبنى البوت فعل وابن فعلم البتولي، بالراحة يا ولادي، وابن البتولي. عالم الإنجيل الإنجيلة، فجرت ينبوع البياني. محمد فسق الحديد نول القاء التنزيل. وفجرت ينبوع البيان محمدا فسقى الحديث وناول التنزيل. طبعا مش هينفع ده، لازم تقرأوا النص كويس. ها، هقراه تاني مرتين ثلاثة وبعدين تقرأوه تاني. نعم يا روحي. هو انت تشوف الشات بس، ايه يا روحي؟ ينفع تشوف الشات؟ تنصر واجب الدين. ايه؟ واجب الدين. حاضر يا روحي. طب ما تقولي لي. طب يا روحي لازم انا افتح الشات عشان تقولي. يا قلبي. طيب قم للمعلم ووفيه التبجيلة. بص اقرأه بالراحة. قم للمعلم وفيه التبجيلة يعني ايه؟
القيام للمعلم ان انا بقيم بحقه، لكن طبعا ما ينفعش حد يقوم لحد. جميل. قم للمعلم وفيه التبجيل، اديله التبجيل والاحترام، كاد المعلم ان يكون رسولا. طب ليه رسول؟ طبعا ما فيش رسول بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نبي ولا رسول، ولكن المعلم هنا بيعمل رسالة الايه؟ الانبياء، اللي هو بيعلم الناس. يقول لك العلماء ورثوا الانبياء، لم يورثوا الانبياء دينارا ولا درهما، ولكن ورثوا العلم. العلم ده هو الورث، الورث بتاع الانبياء، فكده العلماء اخذوه ورثوه وبيعلموا غيرهم بيه. فان انا كل انسان يكون معلم، ده المعلم ليه مكانه. كاد المعلم ان يكون رسولا، ان كاد المعلم ان هو يكون رسول، لان هو هنا بيقوم بمهمه الرسل، وهي هدايه الناس الى الحق. علمت اشرف او اجل من الذي يبني وينشئ انفسا معقوله؟ هل انت عارف مين احسن حد واجل ليه مكانه عظيمه من الذي يبني وينشئ من انفسا معقوله؟ بيبني وينشئ انفس وعقول، عقول الطلبه ان هو بيعلمهم ويفهمهم، وانفسهم ان هو بيهديهم الى السلوك السليم. معلش كنت بشرب بس. ويبني وينشئ انفسا وعقولا، ينشئهم ويعلمهم ايه؟ مش الاسلوب ممكن السليم أعمل. والحياه السليمه، وزي طريقه التعامل معهم ومع غيرهم. سبحانك اللهم خير معلم، ربنا سبحانه هو اللي علمنا. نعم يا روح. ممكن أصلي؟ طب روح صلي، روح اتفضل. وانتي كمان يا ساجة هتصلي؟ ألو يا ساجن، وأنا بكلم عن نفسي يا ساجن. شكلها هي كمان بتصلي. طيب استناك. طيب يلا، لما تخلص الصلاة يوسف تعالى قول لي، لأن أنا مش سامعة صوت ساجن. ايوه يا تيتشر. أيوة يروح بتصلي أنت كمان؟ لا صليتي يعني خلاص؟ صليتي ولا هتصلي انت كمان زي يوسف؟ لا صلي. طيب هنا بيقول ايه بقى؟ علمت اشرف او اجل من الذي يبني وينشئ انفسا معقولا؟ سبحانك يا رب خير معلم، علمت بالقلم الكورونا الأولى، علمت الناس يا رب سبحانك، الناس في الأول، وإزاي الإنسان اتعلم وهداه إلى طريق التعليم. أخرجت هذا العقل من ظلماته، أخرجت العقل ده من الظلمات بتاعته وضلال ظلم الجهل. الإنسان لما بيكون جاهل مبيبقاش عارف، وهديته النور المبين سبيلا، وهديت الإنسان أو هديت أي إنسان إلى الحق المبين وعرفته السبيل. أرسلت بالتوراة موسى مرشدا، وابن البتول فعلم الإنجيل، وأرسلت بالتوراة سيدنا موسى مرشد يعلمنا، وابن البتول فعلم الإنجيل، الإنجيل نزل سيدنا عيسى، وابن البتول يعني ابني سيدة العذراء مريم. وفجرت ينبوع محمد، ينبوع البيان محمدا، وسقى الحديث حديثا، وناول التنزيلا. يلا يا سجاد ده اقرا يا حبيبتي. قم للمعلم وفاءً تبجيلا، كاد المعلم أن يكون رسولا. علمت أشرف أو أجن من الذي بني ونشأ أنفسه وعقول.
سبحانك اللهم 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 خير معلم، علمت بالقلم قرون الأولي، أخرجت هذا العقل من ظلماته وهديناه نورا مبين، سبيل أرسلت بالتوراة موسى مرشدا، وأبنى بطول فعلم الإنجيل، فخرجت ينبؤ البيان محمد، فساق الحديث وناوله التنزيل. لا يلا بينا يا يوسف، جيت من الصلاة ولا لسه؟ آمس اقرأ يلا مرة كمان. قم للمعلم وفي التفجيل كاد المعلم أن يكون رسولا، أعلمت أشرف أو أجل من الذي يبني وينشئ أنفس وعقولا. سبحانك اللهم الله خبر من علمنا، علمت بالقلم والقرآن الأولى، أخ هذا العقل من الطاق منبين سبيلا، طب يقطع عندك قوي يا استاذ، سامعك بالعافيه. وبنى البنول وبنى البطول وابن الفعلي البتول. وابن البتول فعلم فعلم الانجيل فجازت ينعر وجرت ينبوع ال البيان محمدا وسقى الحديث وناول التنزيل. طبعا انت عمال تقرا من بدري، انا مش سامعه كلامك، صوتك نفسه انا مش عارفه بتقرا في اي كلمه. الله المستعان. ماشي يلا بينا نكمل ونتابع الدرس، هو كلامه طويل شويه بس انتظر ده مثلا دقايق بس عشان الاذان بيأذن، خليكم معايا سامعه. Teacher. صح، الأذان ما خلصت لسه ثواني، اسمعوني بس، سامعيني كده وانتوا؟ طيب الو Teacher. سامعيني؟ أيوة الأذان أيوة صوت الأذان عندي فأنا ما ببقاش سامعاكوا ولا انتوا سامعيني كويس. يلا بينا. طيب انا علو المايك ولا ايه؟ الصوت النهارده اعلى من كل حصه. الدرس بتاعنا بقى النهارده بيتكلم عن ايه يا حبايبي؟ عندي واحد اسمه احمد شوقي، يلقب بامير الشعراء احمد شوقي. ماله احمد شوقي ده؟ شاعر. يعني ايه شاعر؟ يعني ايه شعر اصلا؟ الابيات اللي هو النشيد، اللي هو النشيد ده بس مش نشيد، اسمه شعر لانه بيتكون من ابيات، مش زي ما كان بيقول لي يوسف اول 3 سطور. لا ما اسمهاش اول 3 سطور، اسمها اول 3 ابيات. اسمها يا يوسف؟ ها، ابيات، مش جمعها بيوت، لا جمعها ابيات. يبقى السطور اللي قدامنا دي اللي فوق دي كده اهوت اللي بالعرض كده اسمها ابيات. البيت اللي هو السطر على بعضه كده، الحته يمين والحته شمال، الحته يمين اسمها شطر، الحته شمال اسمها شطر، شطر الاول والشطر الثاني. يبقى انا دلوقتي اتكلمت عن حاجه اسمها ابيات وحاجه اسمها يا ولاد حبايبي، ها، الشطر الاول والشطر الثاني.
وده اللي بيتكون منه الشعر. ده اللي بيتكون منه يا حبايبي، ها، الشعر. الشعر بتاعنا اسمه الشاعر أحمد شوقي، وهو من الشعراء العمالقة، لقب بأمير الشعراء. كان من ضمن الناس اللي اشتهرت جدا في مصر شعرها، وهو من الشعراء الكبار جدا الأدباء العلماء يعني، أديب أديب يعني. ولد بالقاهرة في أكتوبر عام 1868، درس الثانوية ودخل المدرسة الخديوية 1883، التحق مدرسة الحقوق، سافر فرنسا يعني محامي لكتابة الحقوق ودراسة الإيه؟ الآداب والحقوق. ألف الكثير والكثير من الأشعار والمسرحيات الشعرية، وتوفي 1932. والقيت بقى القصيدة دي في حفلة مدرسة، كانت نادي، قصدي نادي مدرسة المعلمين العليا، وهي من ديوان الشوقية، كانت اتقالت في مدرسة المعلمين. بيقول بقى ايه هنا الشعر بتاعي: قم للمعلم وفيه التبجيل شرحناه من شوية، كاد المعلم أن يكون رسولا، يعني ورث الايه مهنة الايه الأنبياء والرسل في إنه يهدي الناس إلى الحق. أعلمت أشرف أو أجل من الذي يبني وينشئ أنفسا وعقولا؟ مفيش أحسن من هذا، هذه الوظيفة اللي ربنا سبحانه وتعالى جعل الإنسان فيها يبني وينشئ أنفسا وعقولا. سبحانك يا رب، أنت اللي علمت البشرية كلها، وعلمت كل حاجة بالقلم من القرون الأولى، أخرجتنا يا الله من هذا العقل المظلم، وهديتنا النور الواضح، وأعطيتنا السبيل، وكمان أرسلت علينا التوراة على سيدنا موسى مرشدا، وابن البتول فعلم الإنجيل، وكمان سيدنا عيسى علمنا الإنجيل، وفجرت ينبوع البيان محمدا، وجبنا في مسك الختام لسيدنا محمد اللي ساق الحديث وناول التنزيل. تعال بقى نقرأ كده ايه المعاني بتاعته. يلا هنا بيقول لي ايه: وفيه يعني اعطيه حقه كاملا، اشرف يعني احلى وافضل واحسن او ارقى او اجل، نكتب جنبها كده ايه اجل، اللي هي كلمة ايه أعظم، يبقى أشرف يعني أجل يعني أعظم، كلهم زي بعض. سبحانك يعني تنزهت وتقدست، ظلماته المقصود الجهل، المبين يعني الواضح والظاهر، مضاد مبين إيه؟ مضاد حاجة واضحة، عكسها إيه يا حبايبي؟ ها؟ حاجة واضحة قدامي، عكسها إيه؟ الظلمات. حاجة مظلمة أو حاجة غير واضحة. نكمل. هنا المبين الواضح والظاهر، عند عكسها الظلمات، لا نقول عكسها الخفي أو الظلام. ابن البتول هو سيدنا عيسى ابن مريم، ساق الحديث يعني علم الحديث الشريف، التبجيل هي التعظيم عكسها التحقير، أجل أعظم وأشرف مضدها إيه بقى؟ أحط، يعني أحط يعني منزلة إيه تحت، ملهاش منزلة عالية. اللهم يعني يا الله هديته يعني أرشدته. نعم يا روحي. اللهم يعني الله اللهم يا يا مسي يعني الله. بس يبقى هنا بنشيل الياء وبنحط بدلها ايه اللي هو الميم مشددة في الآخر، ده اسمه أسلوب نداء. هديته. نعم يا روحي. يا الله يا الله وحتى لو شلنا يا الله وكتبناه اللهم، ده كده اسمه اسلوب نداء، تم حذف الياء فيه والتعويض عنه بالميم في اخر الكلمه. هديته يعني ارشدته، وجهته،
عكسها ايه؟ ها مين يقول؟ ها انا وجهت ارشدت وديته المكان الصحيح، يبقى مضادها ايه؟ ها حد يساعدني، مضاد بتاعها ايه؟ اضللته او ان انا عطيته طريق غلط، اخطأته الطريق. سبيل يعني طريق، ينبوع هو عين الماء، ناولة جمع كلمة ينبوع ايه؟ ها يا ولادي جمع، ينبعات لا ينابيع، جمع ينبوع ايه؟ ينابيع. جامعة تكسيرية مش يعني اقول لك صح غلط، انا مش سامعاك كويس اصلا، بتقول ايه؟ مش سامعاك. جامعة تكسيرية. يا سلام عليك، جمع تكسير، برافو عليك. لو جمع كلمة سبيل، سبيل سبل جمع كلمة طريق، أسبل طرق أسبل غلط. طرق 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 يا تيتش. تمام، أجمع كلمة طريقة، طرق طرقات لا طرق طريقات لا طرائق، جمع طريقة طرائق، ما جمع طريق طرق. ينبوع يعني عين الماء، قلنا ينبوع ينابيع. طب كلمة عين جمعها عين ايه؟ بالراحة ما تصوتش يا يوسف، احنا ما شاء الله انت وهي بس. ها عين جمع عين ايه؟ عين أعين، برافو عين عليك، عين أو عيون، برافو عليك. تمام، ناولة يعني المقصود بها بلغ، أو يعني دعا إلى الله سبحانه وتعالى، أو دعا إلى العلم. جمع كلمة ماء، مياه برافو عليك. كاد يعني قرب، عكسها ايه؟ بعد عن. ينشئ يربي القرون يعني الأزمنة، مفرد قرون، قرن مفرد أزمنة. دم ها مفرد أزمنة، القرون قلنا العصور، ومفرد القرون القرن، ومفرد الأزمنة الزمان. النور هو العلم، ومضاد النور هو الظلام، وجمع كلمة علم يا حبايبي ايه؟ علوم. علوم وفجرت يعني أظهرت، بينت أو وضحت. تمام، فجرت البيان هي الفصاحة والتحدث بإيه؟ ببيان الكلام وجمال الكلمات كلها. التنزيل هو القرآن الكريم. هنقفل طب اللينك وندخل مرة كمان، يلا نكمل المضاد وناخد الأسئلة. يلا، سلام عليكم.